نتوجه الآن إلى أبو بكر إبراهيم أوغلو مراسل قناة 24 نيوز في إسطنبول. تحياتي لك أبو بكر. بالبداية يعني آخر الأنباء تقول بأن يعني بحسب تصريحات رئيس الناتو سولتنبرغ بأن أردوغان وافق على انضمام السويد إلى الناتو. ضعني في تداعيات. نعم وسام، ربما تكون إحالة الأوراق الخاصة بانضمام السويد وما سمي ببروتوكولات انضمام السويد إلى حلف الناتو ضمانة لموافقة تركيا، حيث أحالها الرئيس أردوغان اليوم إلى البرلمان التركي للمصادقة عليها. يبدو أن الجولة في اليومين الماضيين كانت تشهد مفاوضات تركية كبيرة وضمانات دولية وأوروبية بتعهد السويد بالمحافظة على أمن تركيا ومكافحة الإرهاب وكذلك وقف الاستفزازات. وجدنا ذلك أيضا وسام كان واضحا جدا من خلال اللهجة التي تغيرت بشكل كبير جدا من الجانب الروسي، وكانت فجر اليوم عندما وجدنا تصريحا من رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بوندرايف، عندما قال إن تركيا تتحول إلى دولة غير صديقة بعد اتخاذ هذه سلسلة من القرارات الاستفزازية. ربما كان يتحدث عن قرب دخول السويد إلى الحلف الناتو، حيث كانت تعول روسيا بشكل كبير جدا على عرقلة هذه الجهود حتى لا يتم تقوية حلف الناتو على حساب روسيا. كذلك قامت تركيا قبل يومين خلال زيارة زيلينسكي بالإفراج عن مجموعة من المقاتلين الذين كانوا تم احتجازهم في روسيا ضمن صفقة تبادل وتم التعهد. أبو بكر كيف ستؤثر القمة، هذه القمة الأخيرة قمة الناتو، على مستقبل العلاقات بين روسيا وتركيا؟ أعتقد أن لها تأثير كبير، لكن يبدو أن تركيا تحظى الآن بالعديد من المزايا. هناك أيضا الحديث وسام عن عودة إلى الاتحاد الأوروبي، ترحيب أمريكي بذلك، ترحيب المستشار الألماني أيضا بذلك. يبدو أن أردوغان وضع العديد من الشروط ربما التعجيزية، لكن وجد من الجانب الأوروبي ترحيبا شديدا، وهو رجل سياسي مخضرم والسياسة هي فن الممكن. ربما يكون التعويل على روسيا الآن بعد هذه الخسارات والتكتلات الدولية ضدها قد يعرقل جهود تركيا الاقتصادية في الفترة القادمة ويعرضها لحصار لا تريده في هذه الفترة، وبالتالي ربما تذهب تركيا إلى الغرب قليلا، وربما هذا ما يحزن ويغضب الشريك الروسي. الشروط التي وافق عليها رئيس تركيا أردوغان لانضمام السويد إلى الناتو. نعم، هو هذه الشروط كانت معلنة من قبل، وتعهد الأمين العام لحلف الناتو بأن السويد هي في الطريق إلى مثل هذه الشروط، وتعهد بالتجاوب في ذلك، ومن ذلك أبرزها ما يطلق عليه مكافحة الإرهاب، وهو يعني إعاقة كافة الجهود حزب البي كي كي الذي يتمركز في السويد، وكذلك كافة التظاهرات التي من شأنها الإساءة إلى الدولة التركية أو التظاهرات التي تقام أمام السفارة القنصلية التركية في ستوكهولم. وبالتالي كل هذه الأشياء عندما تكون بضمانات أمريكية وغربية فإنها سوف تحظى كما قالت تركيا، إذا تم الموافقة على هذه الشروط بهذه الضمانات سوف لا تمانع تركيا في انضمام السويد. أظن أن أردوغان والأتراك لعبوا اللعبة بشكل جيد جدا، وحظوا على العديد من المكاسب لم يكونوا يتوقعوها من قبل في مقابل الموافقة على انضمام السويد إلى حلف ناتو. نعم، مراسل قناة 24 نيوز في تركيا أبو بكر إبراهيم أوغلو، شكرا لك على كل هذه المعلومات، وسنكون معك في نشرات أخرى.